أقر مجلس الشورى خلال جلسته الثانية التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس. بعد ذلك أقر المجلس التشكيلة النهائية لعضوية اللجان النوعية الدائمة وفقا للاقتراح المقدم من قبل مكتب المجلس الذي تم فيه مراعاة رغبات السادة الأعضاء في هذا الشأن. كما تم في ذات الجلسة انتخاب 4 أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وانتخاب رئيس ونائب رئيس لكل لجنة بالتوافق ما بين أعضاء كل لجنة على حدة. بعدها جرى اختار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء المقر المرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة 38 من الدستور.